بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع دروس تلاميذ الأولى متوسطة. تلاميذ الأولى متوسطة إن شاء الله عز وجل اليوم عدنا درس في الرياضيات، درس في الرياضيات بعنوان مقارنة. مقارنة عددين عشريين، وترتيب الأعداد العشرية. وترتيب الأعداد العشرية درس مهم جيد. نبهوا على أهم الأشياء. أول شيء نبه عليه هو الرمز. لما نقول مقارنة، لما نقول مقارنة عدد عشرين، معنى أيهما أكبر، أكبر وأصغر، أي عددين أكبر. أول حاجة نبه على الرموز تاع أكبر وأصغر. طيب، بعض التلاميذ دائما في التمارين ولا في الكراس ولا حتى في القسم مع الأساتذة يوالف يدير الرمز هكا، الأصغر منا والأكبر منا. لكن لما في الامتحان ولا في شهادة التعليم المتوسط ولا في كاش كتاب ولا يسيب الرمز مقلوب هكا، تتخلط له، ما يعرفش وراه اللي يديره من وراه يديره من. لذلك نبه التلميذ انه يدرب يدير الرمز يديره خطره هكا ويديره خطره، ولازم يفهم الرمز هذا كيفاه. الاكبر يجي من، معناه الاكبر يدخل الداخل. اذا كان مقلوب الاكبر يجي من. احنا في الابتدائي في السنه الثانيه ولا الثالثه نعلمهم باللي هذا الرمز كانه سمكه. لاحظ، كانه سمكه. هذا فمها الاكبر يدخل في فم السمكه، الاكبر يدخل في فم السمكه، والاصغر يجي منها. اذا كان مقلوب الرمز يبقى الاكبر يجي من والأصغر يجي من. لذلك حتى ما تتخلطلكش في الرمز هذا أكبر منه أكبر. دائما أحيانا كتبوا من اليمين لليسار، وأحيانا كتبوا من اليسار لليمين باش توالف. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، نبدأ في الأعداد الطبيعية. في الأعداد الطبيعية لما نقارن عددين، لاحظ عندي 5431 وعندي 609. القاعدة لما نقارن عددين طبيعيين، هذو ما فيهمش الفاصلة، لما نقارن عددين طبيعيين العدد اللي فيه أرقام بزاف هو الكبير. هذه القاعدة الأولى، اللي فيه أرقام بزاف هو الكبير. طيب، هذا فيه 1 2 3 وهذا فيه 1 2 3 4، إذن هذا كبير. شوف الرمز كيفاش درتو، الكبير يدخل للداخل هنا والصغير يجي منه. طيب لو كان نقلبهم، لاحظ لو كان نقلبهم يبقى هذا كبير، اذا الرمز ينقلب. انتبه، لازم التمرين، لازم التلميذ يتدرب على الرمز، يديره خطره من في الامتحان ما تخلطلكش. اذا صبته مقلوب ما تخلطلكش. مثال آخر، عندنا 999 وعندنا مثلا 1001. قلنا القاعدة العد الكبير اللي فيه أرقام بزاف، 1 2 3 4، 1 2 3، إذن هذا كبير. هذا كبير، الرمز كيفاش نديره؟ قلنا الكبير هو اللي يدخل في الرمز، إذن هكا. طيب، هذا في الأعداد الطبيعية. نشوفوا الأرقام اللي بزاف في الأعداد الطبيعية، نروحوا للأعداد العشرية. طيب، أعداد العشرية عندي مثلا 15.8 وعندي مثلا
9.3 عدد عشري مع عدد عشري. كيفاش نقارن بيناتهم؟ نشوف الجزء الصحيح. احنا قلنا بين العدد العشري يتكون من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح. هذا الجزء الصحيح تاع وشعال 15، وهذا الجزء الصحيح تاع وشعال 9، ونحن نعرفوا بلي 15 كبيرة على 9، اذا هذا العدد اكبر. على هذا اكبر لان الجزء الصحيح تاع هذا العدد اكبر من الجزء الصحيح تاع هذا، معناه ما نروحش للجزء العشري كامل، نبقى غير في الصحيح. مثال اخر، عندي 541.15، نقارنها مثلا مع 99.134. لاحظ عددين عشريين، قلنا نشوف للجزء الصحيح. هذا الجزء الصحيح تاع وشعال 99، وهذا الجزء الصحيح تاع وشعال 541. اذا 541 كبيرة 99، اذا هذا اكبر، هذا اكبر من هذا. لماذا؟ لان الجزء الصحيح تاع هذا اكبر من الجزء الصحيح تاع هذا. مثال اخر، لاحظ يعطي لك 39.1، نقارنها مع من؟ مع 9.348. لاحظ التلميذ هنا ما يغطرش، ما يقولش هذا فيه 1 2 3 4 وهذا فيه 3، لا لا، ما نحسبوش الارقام في العدد العشرية. في الاعداد العشريه نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح، الارقام اللي بعد الفاصله ما نشوفش ليهم، كيكونوا جزئين صحيحين مختلفين. نشوف الجزء الصحيح فقط. الجزء الصحيح هنا شعال 9، وهنا الجزء الصحيح شعال 39، اذا 39 اكبر من 9، اذا هذا اكبر، هذا اكبر من هذا، لان الجزء الصحيح تاع هذا اكبر من هذا. هذا اذا كان الجزئين الصحيحين مختلفين، شان قارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح. طيب لما يكون الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح كيف كيف متشابهين، لاحظ مثلا 15.7 مع 15.23، انتبه مليح، انتبه مليح. هنا الجزء الصحيح شعال 15، وهنا الجزء الصحيح 15. قبل ما نقوله، ما يخطرش التلميذ يقول لك هذا فيه 4 أرقام وهذا فيه 3، إذن هذا كبير، لا لا. قلنا نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح، 15 15، صبناهم كيف كيف. كي نصيب الجزء الصحيح كيف كيف، نروح للجزء العشري. كي نروح للجزء العشري نقارن رقم برقم، نبدأ بأول رقم بعد الفاصلة. أول رقم بعد الفاصلة هنا 2، وهنا أول رقم بعد الفاصلة 7، و7 كبيرة على 2، إذن هذا أكبر. كاين طريقة أخرى، طريقة أخرى هي أن أجعل الأرقام بعد الفاصلة متساوية. هنا عندي رقمين بعد الفاصلة، وهنا عندي رقم واحد، أضيف له 0. هنا قلنا الأصفار بعد الفاصلة لا تظهر، نحب نخليها نحب النهاية، عندي هنا ندير 0. إذا هنا تتضح لي 70 كبيرة على 23، إذا هذا أكبر. مثال آخر، مثلا 8.41 مع 8.7. قلنا التلميذ ما يغلطش، ما يغطرش، ما يقولكش هذا فيه رقمين وهذا فيه 3، إذن هذا كبير، لا لا. قلنا نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح. الجزء الصحيح هنا شعال 8، وهنا 8، رام كيف كيف الجزء الصحيح. نروح للأرقام اللي بعد الفاصلة، نبدأ بأول رقم بعد الفاصلة، هنا 7، وهنا أول رقم بعد الفاصلة 4، إذن 7 أكبر، إذن هذا العدد أكبر من هذا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية،
الطريقه الثانيه قلنا هذا فيه رقمين بعد الفاصله وهذا فيه رقم لازم نديرهم كيف كيف بعد الفاصله هذا فيه رقمين هذا ثاني لازم يولي فيه رقمين ايش نشان ندير له نزيد له صفر هنا تبان لي الصوره اذا 70 كبيره على 41 اذا هذا اكبر مثال اخر مثلا 24.143 مع 24.19 قلنا ما يغطرش التلميذ وما يغلطش ويقول لك هذا فيه 1 2 3 4 وهذا فيه 1 2 3 4 5 يقول لك هذا كبير على هذا لا قلنا اول حاجه نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح هذا الجزء الصحيح شعار 24 وهذا الجزء الصحيح 24 اذا نرام كيف كيف نروح للمرحله الثانيه نقارن الارقام اللي بعد الفاصله ونبدا رقم برقم جزء الجزء من 10 هنا 1 وهنا جزء من 10 1 رام كيف كيف نروح للرقم الثاني الرقم الثاني 9 وهنايا 4 9 اكبر من 4 اذا هذا العدد اكبر من هذا لماذا لان الرقم الثاني اللي بعد الفاصله اكبر من الرقم الثاني اللي بعد الفاصله في هذا العدد هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه قلنا هي انه نجيب اجعل الارقام متساويه بعد الفاصله هذا بعد الفاصله عندي ثلاث ارقام وهذا رقمين لازم نرجعهم كيف كيف ثلاث ارقام بعد الفاصله ثلاث ارقام بعد الفاصله اش ندير اضيف الاصفار تولي لي هنا 143 وهنا 190 احنا نعرفوا باللي 190 كبيره على 143 اذا هذا اكبر ولاحظ الرمز كيف هنديره قلنا الكبير هو اللي يدخل الداخل في الرمز هذه طريقة المقارنة كيف أقارن عددين عشريين طيب ملاحظة أخرى عندي 15.1 مع 15.01 انتبه مليح هذه أغلب التلاميذ يغلطوا فيها شي يقول لك يقول لك هذا فيه أربع أرقام وهذا فيه ثلاثة هذا كبير لا قلنا نقارن الصحيح مع الصحيح ورا جزء صحيح 15 ورا جزء صحيح 15 15 15 كيف كيف بعد ذلك نروح الأول رقم بعد الفاصلة هنا عندك صفر وهنا عندك واحد إذا واحد كبير على الصفر إذا هذا أكبر الطريقة الثانية قلنا ندير الأرقام بعد الفاصلة كيف كيف هنا عندي بعد الفاصلة رقمين وهنا عندي رقم إذا نضيف له صفر هذا إذا 10 كبيرة على 0.1 إذا كبيرة على 1 إذا هذا أكبر تابعها مليح تابعها مليح لمثل هذا المثال كثير من التلاميذ يغلطوا فيه طيب تنبيه آخر كذلك تنبيه آخر مثلا يقول لك 18.1 قارن هذه مع 18.10 تبه مليح قلنا ما تتسرعش وتقول هذا فيه أربع أرقام وهذا فيه ثلاثة لا لا الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح هنا 18 وهنا 18 إذا جزءان صحيحان رام كيف كيف نروحوا بعد الفاصلة هنا عندي واحد وهنا عندي واحد الرقم الثاني هنا صفر وهنا مكاش يقول لك هذا كبير لا خطأ خطأ علاه قلنا عندنا الطريقة الثانية الطريقة الثانية اللي رانا نشرحوا فيها قلنا أجعل الأرقام بعد الفاصلة متساوية هنا عندي رقمين بعد الفاصلة وهنا عندي رقم واحد إذا نضيف له صفر احنا شفنا في الدرس السابق الأصفار غير ضرورية قلنا الأصفار بعد الفاصلة بعد الأرقام نحب نخليها نحب نحيها إذا هذه 18.10 مع 18.1 كيف كيف متساويين متساويين وهنا ننبه التلاميذ انتبه مليح لما يقول لك قارن بين الاعداد احيانا يكونوا متساويين كاين اغلب التلاميذ يخمم ورا كبير ورا صغير ورا كبير ورا صغير وينسى باللي احيانا يكونوا متساويين هنا متساويان علاه لانه نجم نزيد صفر هنا نجم نزيد صفر هنا ها
ها 18.1 هي نفسها 18.10 وهي نفسها 18.1. كيف كيف؟ علاه؟ لأن الأصفار بعد الفاصلة ما عندهاش قيمة. مثال آخر، مثلا يعطيك 19.5 ويعطي لك 19.500. لاحظ كاين اللي مباشرة ما يفكر ما يدير والو يقول لك هذا كبير. خطأ، مش كبير. علاه يقول لك هذا فيه 5 أرقام وهذا فيه 3؟ لا، اتبع الخطوات خطوة خطوة. قلنا قارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح. الجزء الصحيح هنا 19 وهنا الجزء الصحيح 19، إذا راهم كيف كيف. نروحوا الأرقام بعد الفاصلة. أول رقم بعد الفاصلة 5، أول رقم بعد الفاصلة 5، راهم كيف كيف. هنا كاين صفر صفر هنا ما كاش، يقول لك هذا كبير. لا، قلنا باللي الأصفار بعد الفاصلة بعد الأرقام ما عندهاش قيمة. هذو الأصفار نحب نحيهم نحب نخليهم. إذا 19.500 مع 19.5 متساويين. وقلنا نحي فكرة أنك دائما تحوس على الكبير والصغير، كبير وصغير، وتنسى متساويين. أحيانا يكونوا متساويين، هنا متساويين. إذا 19.500 مع 19.5 كيف كيف، لأنه هذا نقدر نزيد له أصفار. ها نحب نزيد له هذا ثان صفرين. ها 19.500 هي نفسها 19.500 وهي نفسها 19.5. إذن هذان متساويان، انتبه لهذا النقطة مليح. طيب تنبيه آخر، أحيانا يعطي لك مثلا، لاحظ يعطي لك هكا 20.17 ويقول لك قارنها مع كسر. لاحظ قارن هذه 20.17 مع 2017 على 100. انتبه مليح، هنا يا الجزء الصحيح 20 وبعد الفاصلة 17. طيب هذه 20، هذه 2017 على 100. هذه لو كان نحب نحولها إلى عدد عشري شن ندير؟ قلنا نكتب البسط كما هو. 100 أشعل فيها من صفر؟ صفرين، ونحسب من اليمين لليسار وأضع الفاصلة رقمين لأنه 100 فيها صفرين، 1 2. إذا الفاصلة تجي هنا، إذا 20.17، إذا 20.17 مع 2017 على 100 متساويان. هذا الكسر هو نفسه هذا. هذا الكسر لما نحوله إلى عدد عشري يخرج لي هذا. إذا انتبه لهذه مليح. مثال آخر، مثلا يعطي لك 27.4 يقول لك قارنها مع 274/10. انتبه مليح، شدير هذا الكسر حوله إلى عدد عشري، حوله إلى عدد عشري. قلنا نكتب البسط كما هو، 10 فيها 0 1. إذا نحسب من اليمين لليسار وأضع الفاصلة برقم 1، من اليمين لليسار 1، هاي الفاصلة تجي هنا، إذا 27.4. إذا هذا الكسر مع هذا العدد العشري متساويان، ما كانش واحد كبير على الآخر. قلنا ركز على فكرة أكبر وأصغر، خمم ودير في بالك بلي كاين متساويان، هنا متساويان. طيب تنبيه آخر، نروحوا للترتيب. لما يقول لك رتب تصاعديا، تصاعديا كاين بزاف تلاميذ تتخلط له، مازال راه في المتوسط ومازال تتخلط له تصاعديا تنازليا. شنو نديروا روبير؟ نديروا الروبير شغل اشاره، نفرق بين تصاعديا وتنازليا. تصاعديا كانك تصعد، تصعد الدرج، راك تصعد في الدرج. والدرج كيفاش تصعدهم؟ من تحت وتطلع للفوق، راك في الاسفل وتطلع للفوق، هذا هو صعود الدرج. الصعود
تصاعديا من الصعود، صعود من تحت للفوق، اذا تصاعديا من اصغر للاكبر، من اصغر الى الاكبر. لما يقول لك رتب الاعداد تنازليا، تنازليا ما معناه؟ كانك تنزل الدرجه، راك نازل مدرج، راك نازل في ليزيسكالي. كي تنزل الدرج كيفاش تنزل؟ تنزل من البلاصه العاليه وتهبط للتحت. اذا من الاكبر الى الاصغر، هذه ما معنى تصاعديا وتنازليا. تصاعديا راك تطلع، اذا من الصغير للكبير. تنازليا راك تهبط، اذا من الكبير للصغير. طيب نشوفوا كيفاش يرتب تصاعديا وتنازليا في الاعداد العشريه. يعطيك مجموعة أعداد عشرية، لاحظ يكونوا كامل متشابهين، يكون الجزء الصحيح كيف كيف. لاحظ يعطي لك 14.2 ويعطي لك 14.21 ويعطي لك 14.20 ويعطي لك 14.29 ويعطي لك 14.6 بزاف. يقول لك رتب هذه الأعداد ترتيبا تصاعديا، معناه من الصغير للكبير هنصعد. طيب نقارن الجزء الصحيح، الجزء الصحيح راه كامل 14، كامل 14. تخيل عطاني رقم معاهم واحد اخر ولا عدد واحد اخر، الجزء الصحيح تاعو ماشي 14، مثلا 15 فاصل. اذا هذا هو الكبير فيهم كاع، لانه هذا الجزء الصحيح 15 وهذا 14، اذا هذا هو الكبير. هذه للتنبيه برك. طيب قلنا الجزء الصحيح هنا راه كامل 14، شندير ملاحظه مهمه هنا. لما نجي نرتب الاعداد العشريه سواء تصاعديا او تنازليا، ندير الارقام بعد الفاصله كامل متساويين، معناها اضيف الاصفار. لاحظ هنا عندي رقم واحد بعد الفاصله، هنا رقمين، هنا رقمين، هنا رقمين، هنا رجعهم كامل رقمين بعد الفاصله، معناها هذا نزيد له صفر باش يولي رقمين، 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 وهذا نزيد له صفر باش يولي رقمين، يولوا كامل رقمين بعد الفاصله. نرجع الارقام بعد الفاصله كامل متساويين، كيفاش؟ اضيف الاصفار. هنا 60 29 20 21 20، وقال لك تصاعديا من الصغير، الصغير كامل وراي هي العشرين. اذا هذا راه زوج مرات، كانت اثنان مع عشرين، اذا راه متساويين. هذا هو الصغير كامل، الاصغر هذا هو. مر العشرين شجي، تجي الواحد وعشرين، مر الواحد وعشرين 29، ومر 29 60، اذا هذا هو الاكبر فيهم كامل. اذا لما نجي نرتب الاعداد العشريه سواء تصاعديا ولا تنازليا، الارقام بعد الفاصله نديرهم كامل كيف كيف. كيفاش؟ اضيف الاصفار، اضيف الاصفار للارقام بعد الفاصله حتى يصبحوا جميعا متساويه، كاع يولوا رقمين ولا كاع ثلاث ارقام ولا كاع اربع ارقام. هذه ملاحظه مهمه. طيب هذه اهم ابرز الملاحظات حول مقارنة عددين عشريين وترتيب العدد العشرية. خليكم معنا، راح نحلوا تمرين اللي راه في الكتاب المدرسي في كتاب الرياضيات، خليكم معنا. طيب كما قلنا نمروا لحلول أو تصحيح التمارين الموجودة في الكتاب المدرسي، صفحة 18، الجزء الخاص بمقارنة عددين عشريين. كما راكم تشوف مقارنة عددين عشريين صفحة 18. التمرين الأول اللي هو رقم 17، قارن بين كل عددين في كل حالة مما يلي. كي يقول لك قارن معناه أكبر ولا أصغر، وما تنساش تساوي، ممكن يكونوا متساويين. طيب عندك 7 على 10 و 5 على 10، لاحظ قلنا لما يعطي لك كسر حول الكسر إلى عدد عشري بتجيك سهلة. 7 على 10 هي أصلها 0.7 كي نحولوها، و 5 على 10 هي 0.5، إذا 7 هي 0.7 كبيرة على 0.5، إذا 7 على 10 هي الأكبر، والرمز تاع أكبر نديرو هكا، هذا هو اللي يدخل الداخل في الرمز.
87 على 100 78 على 100 راه مقلوبين 87 78 انتبه المقام راه كيف كيف كيكون المقام كيف كيف لاحظ كيكون المقام كيف كيف نقارنوا البسط مع البسط ما كان لا نحولهم الى عدد عشاريه شو الكبيره 87 ولا 78 87 هي الكبيره اذا 87 على 100 هي اكبر من 78 على والرمز يجي هاك 32 على 125 على 10 انتبه هنا تتخلط لك مقامات مش كيف كيف اذا ما نقارنش البسط مع البسط شندير نحول الكسر كامل الى عدد عشاري 25 على 10 ستساوي تساوي 2.5 و32 على 100 ستساوي تساوي 32 تساوي 32 ولا تساوي 0.32 واحد اثنين واحد اثنين نحط الفاصلة إذا تساوي 0 فاصل إذا هذا الكسر 0.32 وهذا 2 فاصل هذا الكسر راه صغير على الواحد راه صغير على الواحد علاه لأنه المقام راه كبير على البسط إذا هنايا شوف وإن كانت هنا 100 وهنا 10 إلا وأنه هذا الكسر أكبر من هذا إذا هاك 25 على 10 أكبر طيب 40 على 100 و4 على 10 4 على 10 كي نحولها الى عدد عشري شنو تساوي تساوي 0.4 وهذه كي نحولها الى عدد تساوي 1 2 هادو متساويين انتبه هنا انتبه هذه اللي انتبه هنا لازم التلميذ ينتبه 40 على 100 هي نفسها 4 على 10 لانه نقدر نزيد صفر هنا ونزيد صفر هنا يولوا 40 على 100 اذا هذان متساويان انتبه طيب 20.17 مع 2017 على 100 كيف كيف متساويين هذو لانه هذا كي نحولوا الى عدد يولي 20.17 اذا هذا وهذا متساويين انتبه لها مليح هذه قارن بين كل عددين في كل حاله مما يلي عندك 1253 و234 هذا عددان طبيعيين ما كاش الفاصله قلنا اللي فيه ارقام بزاف هو الكبير اذا 1253 اكبر من 234 12.9 و43 هذا عدد طبيعي وهذا عدد عشري قارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح الجزء الصحيح 12 وهنا 43 اذا 43 كبيره 43 اكبر من 12.9 37.56 و23.56 الجزء الصحيح هنا 23 وهنا الجزء الصحيح 37 اذا هذا اكبر علاه لان الجزء الصحيح هذا كبير على هذا نروحوا اللي بعده 24.52 مع 24.13 الجزء الصحيح كيف كيف 24 نروحوا للجزء العشري اول رقم بعد الفاصله هنا 5 وهنا اول رقم بعد الفاصله 1 5 كبير على 1 اذا هذا كبير على هذا لانه 52 كبير على 13 28.2 و28.145 ما تتسرعش وتقول لي هذا كبير لا الجزء الصحيح رام كيف كيف نروحوا للجزء العشري هنا 2 وهنا واحد اذا هذا كبير وان كان فيه ثلاث ارقام هذا كبير على هذا علاه لانه عندنا الطريقه الثانيه لاضيف الاصفار هنا ثلاث ارقام بعد الفاصله هنا نضيف صفرين اذا تولي لي 200 مع 145 200 كبيره على 145 اذا هذا اكبر الرمز يجي هكا الموالي رتب تصاعديا تصاعديا ما معنى تصاعديا معناه من الاصغر الى الاكبر راح نصعد 13.7 12.9 13.2 13.15 و17.04 تصاعديا معناه مش صغير معناه نشوف الجزء الصحيح الصغير كامل هنا 17 هنا 13 هنا 13 هنا 12 وهنا اذا 12.9 هو الصغير قاع 12.9 هو الصغير قاع يجي بعده هنا 13 هنا 13 هنا 13 نشوف اصغر عدد فيهم هنا فاصل 2 وهنا فاصل 7 وهنا فاصل إذن هذا صغير 13.15 يجي بعده 12.9 ومن بعد 13.15 ومن بعد تجي مباشرة 13.20 20 نزيدوا لها صفر بتجي بينها 13.20 ومن بعد 13.70 ومن بعد به يجي 17.4 هو الأخير هو الأكبر أكبر عدد هنا هو 17.04 رتب تنازليا الآن تنازليا معناه من الكبير نحوس على الكبير فيهم هنا ورا 24.3 243 24.0 39 24.5 الكبير كامل هو 243 عدد طبيعي 243 هو الكبير فيهم كامل بعده يجي رقم كامل 24 الجزء الصحيح قلنا نرجع الارقام بعد الفاصله متساويين هنا اذا نضيف له صفرين يولي 300
وهذا نضيف له صفر يولي 390. إذا وراه اللي يجي 24.506 هو الأول، 24.506 بعده مباشرة 24.390، لأنه إذا ضفنا عنه صفر 390. ومن بعد 24.300 لأن إذا ضفنا عنها صفرين فاصل 300، ومن بعد 24.039 هذا هو الصغير فيهم كامل. هنا كامل الصغير وراه هو هذا، وإن كان فيه أرقام بزافة. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.